التوقيت والقرار هم دول اللي بيطلعوا اللي انتوا شايفينه. غير كده كمان الشخصية، شخصية كابتن محمد الشناوي الفولاذية اللي لما كان في شكل من أشكال التراجع في المستوى واللي هي طبيعي، كنا بنتكلم في أن محمد الشناوي ما يزال ان هو في حتة مختلفة تماما، ولازم نعرف ان هو الحارس اللي لازم نحافظ عليه. ده انعكس، عشان كده النهاردة وصلنا لنقطة ان كابتن محمد الشناوي فعلا هو حارس مصر الاول بفارق كبير. بس البعض ما بيحاولش ان هو حتى يدي محمد الشناوي حقه، لا ده في مرحلة مهمة بيحاول يصدر ازمات مش بس الكابتن محمد الشناوي، اللي انا بقول لكم صدقوني شخصيته صلبة جدا، وكل الكلام ده قد لا يكون يشغله او يعني، ولكن ازاي انت بتفكر، ازاي انت بتتحرك كاعلام مع لاعبي المنتخب. تعالوا نطلع ونشوف الاستاذ عمرو الددير ازاي اتكلم عن كابتن محمد الشناوي وكواليس تخص المنتخب. معلوماتي ان طبعا في مشكله ما بين عصام الحضري والشناوي، ومعلوماتي ان المشكله دي على اثرها طلع خبر ان الشناوي مصاب ومش هيقدر يلعب، وتقريبا في كان في كلام ان عصام الحضري سبب المشكله، تقريبا ان عصام الحضري عايز يدفع ابو جبل اساسي في مباراه ليبيا، ودي سبب المشكله. هو الحضري هو اللي بيدفع، ده كيروش هو اللي بينصح، يعني هو اللي بيطلب مدرب الحراس اللي بيطلب. غريبه قوي. طب وليه مدرب الحراس اللي بيطلب؟ لا ليه يعني هيدفع يعني طبعا احنا نتمنى كده. كابتن خالد انت حضرتك كمدرب حراس، هو مدرب حراس وعايز ياخد، عايز يلعب ابو جبل، ايه المشكله؟ بص معلش، طب ايه المشكله؟ طيب اقول لك ايه المشكله، اقول لك المشكله. انا دلوقتي عصام الحضري ده لو كان وهو بيلعب، لو كان حد قرب منه كان بيقلب مصر ويقلب الدنيا، انا لاعب وانا الحارس الاول لازم العب صح، حتى في الماتش الودي. تمام. طب انا عندي حارس هو نمره واحد في مصر دلوقتي اللي هو محمد الشناوي، وعندي ابو جبل. طب انت ليه بتقول ان الشناوي نمره واحد؟ ما يمكن مش نمره واحد. لا نمره واحد بان هو لاعب، مدرب حراس المرمى شايف انه مش نمره واحد. عند مين؟ مدرب حراس المرمى نفسه شايف مش نمره واحد. هو قال مدرب الحراس شايف رقم واحد. ما هو شايف كده رؤيته. مش ده كان زميله في كاس العالم وكان بيلعب عليه في كاس العالم؟ رؤيته يا كابتن انت هتغير رؤيته، رؤيه مدرب حراس المرمى ان الشناوي زي هو ابو جبل زي بعض رؤيته، فقال لك هدفع بدليل ان لاعب ابو جبل ودي فعايز يدفع بابو جبل. حصلت ازمه عادي جدا يعني وارد. لا بس ما اعتقدش بيقول لك ازمه في التمرين، هو هيشم على ظهر ايده انه هيلعب بابو جبل، يعني لازم ده في التمرين حصلت في التمرين، يبقى حاجه مشكله في التمرين مش مشكله على الدفع، ولا يمكن احساسه هو ان ان هو مش بلع مش بلعه. ايوه ماشي يعني الله على وعلي. طبعا ما نقدرش نحكم مبدئيا كده بهدوء. بقينا دلوقتي بنسمع هو مين اللي مسؤول عن اختيار حارس المرمى، مدرب الحراس ولا المدير الفني؟ هرجعكم بالذاكره 2018 و2019 كان بيكون فيه هجوم حاد جدا على الكابتن احمد ناجي، واتهامات بمجامله الكابتن محمد الشناوي بانه يكون حارس منتخب مصر. حاليا لما بيتقال مبدئيا الحضري هو اللي هيختار، فاتقال والحضري ماله ومال الاختيار ده اختيار كيروش. فبس بنذكركم ان الامور بتختلف تبعا لاختلاف الافراد رغم ان الموقف واحد، ده رقم واحد. رقم اتنين، الحديث عن فكره ان في ازمه في منتخب مصر بين مدرب حراس المرمى والحارس الاول في مصر، وكمان طرح ما هو في ذهن مدرب حراس المرمى وهو عصام الحضري انه شايف ان ابو جبل هو الحارس رقم واحد. منين المعلومه دي؟ الله اعلم. طيب تدخل بين ابو جبل وبين الشناوي، هل ده كان مقبول قبل مباراه مهمه لجهاز فني جديد؟ ده تساؤل بطرحه على حضراتكم، لكن كان الاختيار واضح جدا، والمباراه 90 دقيقه كان حارس مرمى منتخب مصر هو الكابتن محمد الشناوي. مع كامل احترامنا للكابتن ابو جبل، ولكن الكل يعلم جيدا ان الحارس رقم واحد في مصر هو الكابتن محمد الشناوي، فبلاش نوصل لفكره اننا نزرع ازمات بين حراس المرمى، خاصه ان احنا عندنا الكاميرا كانت موضحه بشكل كبير جدا يا فارس التعامل بين ابو جبل وبين محمد الشناوي. هو ده اللي عايزين نقوله لما بقول لكم شخصيه الشناوي مختلفه، هي مش مختلفه ان هو حارس بس مميز، هو في علاقاته مع كل اللاعبين،
وهنا حتى محمد ابو جبل بيتحط في حته على فكره، لو هو فاهم كويس جدا وهيعرف ان هو بيضره مش بيفيده وبيحط عليه ضغوط وبيصدر له ازمات في المنتخب، وده مش حقيقي. كان العلاقه طيبه مش بس مع ابو جبل، كمان شفنا صوره مع كابتن عصام الحضري هنا، حتى رساله من كابتن عصام الحضري يمكن حب يوجهها، لان في كلام كتير اتطرح في الاعلام وفي اماكن كتير جدا، هو كمان حب يوجه رساله، وانا بقى عايز اوجه لكابتن عصام الحضري رساله من برنامجنا هنا. انت لازم تكون احرص واحد على كابتن محمد الشناوي، مش بس كابتن محمد الشناوي لا، وكابتن محمد ابو جبل وكل الحراس اللي معاك، لان هم ادواتك مش متنافسين معاك. دي العقليه اللي لازم نفكر بيها، دي الادوات بتاعتي مش متنافسين معايا. ولو قدر كابتن عصام الحضري يفكر بالعقليه دي ويفكر ان هو يديهم خبراته ويديهم حاجات كتيره جدا كان مميز بيها كحارس، مع ان هو يثقل نفسه داخل التجربه وهم كمان يساعدوه، هيحقق نجاح. لو فكر بشكل مختلف، التجربه هتكون بتغير مسيرته التدريبيه لحته اقل. هنا الرساله لكابتن عصام الحضري، دي ادواتك اللي لازم تستفيد بيها. باختصار شديد كابتن عصام الحضري، حاليا انت لست في منافسه مع حراس مرمى منتخب مصر، فبالتالي نتمنى يكون التفكير بتفكير ورؤيه مدرب مش تفكير ورؤيه حارس سابق حقق انجازات. عشان كده دي كانت رساله مهمه، ومش محتاجين بعد كده اننا نشوف صورة تقبيل أو صورة هزار أو مداعبات، لأن في النهاية إحنا محتاجين يكون الأمر أهدى من أن يطلع تسريبات أو يطلع تصريحات أو يطلع حتى إشاعات عن أن في علاقة مختلفة أو علاقة ليست على ما يرام بين الكابتن عصام الحضري وأي حارس مرمى. دي فرصة جات لك لإسمك وتاريخك كحارس، أعتقد فرصة عظيمة جدا تكون لسه معتزل بقالك سنة، خبرات تدريبية مش كبيرة، وتكون في المكانة دي لمنتخب مصر، فبالتأكيد تقدر تصنع تاريخ كبير جدا لما تتصرف كمدرب حراس مرمى مش كحارس كبير. شوفكم بعد الفاصل، والأهلي خط أحمر.